استلام سليماني لم يقدر. رياض محرز لإسحاق تغطية دفاعية. يرجع إسلام يساعد رفقائه. وصلت من هناك على الجهة اليسرى حذاري زفان. حذاري زفان في حاجة للمساندة. رجع مع إسلام. التوزيعة خطيرة. بابا جول خطيرة وجول لمنتخب تنزانيا عند الدقيقة 43. لعبة من أروع ما يكون. دفاع جزائري وفريق جزائري يجري خلف الكرة. إذا كان يجري خلف الكرة اليوم المنتخب الجزائري ليس هو المنتخب الذي نعرفه بهذه السيطرة المطلقة لعناصر منتخب تنزانيا. وهذا الهدف المتميز والممتاز اللي سجلوه اللاعبين التنزانيين ببراعة. منتخب جزائري لم يقدر على صناعة الفارق في الخط الأمامي. شوف وضعية المسالم والمدافعين. وينك يا مجاني؟ وينك يا مندي؟ وينك يا دفاع الجزائر؟ وينك يا فوزي؟ خرج وحده حطها بالراس. افتح مجال التسجيل. اللاعب ماغوري إلياس لصالح منتخب تنزانيا أمام ورئيس وهاب المبلحي. تعمل واش تعمل؟ مش ممكن تصد هذه الكرة. وهدف أول لمنتخب تنزانيا. هل كنتم تنتظرون حمل الجزائر؟ كرة طويلة من رئيس وهاب. رياض والكرات بالرأس. حذاري. فوزي غلام ينقذ الموقف. مازالت الخطورة دائما. مازال الدفاع متفكك شوية. كرة صعبة وصمتيت وغلو. با 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 جول. با 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 جول. صمت يفعل ما يشاء بدفاع المنتخب الجزائري. صمت يعبث بدفاع المنتخب الجزائري. صمت الصامت يضيف هدف ثاني لمنتخب تنزانيا أمام دفاع يتفرج. أمام أداء غريب للمنتخب الجزائري في هذه المباراة. أمام دفاع غريب لمنتخب الجزائري في هذه المباراة. فعلها صمت وسجل هدف ثاني لمنتخب تنزانيا. هو هدف الثامن له في مشواره مع المنتخب التنزاني. 2-0 بعد 10 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. قلنا بأن المهمة صعبة وقلنا بأن المباراة صعبة وقلنا لك يا جوركيوش بأن إدارة والإشراف على منتخب من حجم الجزائر ليس كما إشراف على نادي فرنسي. وقلنا بأن هوية لعب لا نجدها بهذا الشكل. يا مندي أنت تقريبا مش عارف مندي وكأنه شوف 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 شوف, شوف. لا 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 مراوغة واحدة وجد نفسه وحده وجها لوجه أمام رئيس وهاب المبلحي. ثلاث لمسات راو. وليد مسلوب. وليد لإسلام. ادخل إسلام واش متسلل. إسلام يرجع لوليد. مازالت خطورة رياض محرز. رياض يجد وليد مسلوب من هناك. دخل رياض. وليد مسلوب يرفع في القائمة الثانية. وإسلام سليماني. جول 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 للمنتخب الجزائري وزنه من ذهب يا إسلام. جول للمنتخب الجزائري وزنه من ذهب يا إسلام. وليد لعب مباراة ولعب كرة ممتازة في اتجاه إسلام. خرج في القائمة الثاني. أعادنا للمشوار من بعيد إسلام. 2-0 قلت لكم كثيرة و3-0 كان ممكن تكون كثيرة. 2-1 نتيجة طيبة في الظروف اللي مرت إسلام لم يكن متسللا. سيذكر التاريخ بأن إسلام أنقذ الجزائر اليوم. نعم أنقذهم بتسجيله لهذا الهدف أمام منتخب تنزانيا في ظروف من أصعب ما يكون. ظروف صعبة 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 كذا بعيدة. تلعب على الجهة اليمنى لرياض محرز. رياض مع إسلام. روح يا رياض. زيد يا رياض. زيد يا رياض. راح إسلام. وصلته إسلام. أوش بتسلل إسلام. إسلام يناوغ. وقول 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 إسلام. قول 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 سيشهد التاريخ يا إسلام بأنك أنقذتهم في أصعب الظروف. راح رياض. دخل إسلام. قول إسلام. قول 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 عد بي خبرة. شوية تجربة. شوية إصرار. شوية من شوية من كل حاجة ممكن تصنع الحدث وتسجل هدفين. ولكن يجب أن نقوص الخطر على المنتخب الجزائري. لم يعد كما كان ولم يعد في أحسن أحواله. أي نعم هناك ظروف لم تخدم الطاقم الفني الجديد ولكن المنتخب لم يعد هو المنتخب الذي نعرفه. إسلام يراوغ وإسلام يسجد. كنت تضيعها يا إسلام. اضربها بقوة يا إسلام كرات مثل هذه.